السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. كان في فيديو سابق لأخونا عمر أيمن حفظه الله اتكلم فيه عن مرتبات الناس في أمريكا، وكان فعلا مجهود رائع يشكر عليه، ولكنه للأسف طلع علينا بخرافات من العيار الثقيل. فعلى سبيل المثال كان قال إن الشرطي في ولاية تكساس بيبتدي كبداية بكام؟ بيبتدي ب 68 ألف دولار السنة. بيبتدي بكام؟ ب 68 ألف دولار السنة، وهذا غير صحيح، لأن الشرطي في ولاية تكساس يا جماعة بيخش الأكاديمية، ده بعد لما يجتاز الاختبارات كلها وكل الحاجات، وياخد اختبار علم نفس، اختبار لياقة بدنية، اختبار ان هو ما عندوش سوابق الى اخره. ده بعد كده بيبتدي في الأكاديمية ب 32 ألف دولار السنة، وبعد كده لما يتخرج من الأكاديمية بعدها بست شهور يبتدي ب 44 ألف دولار السنة. بعد كده مع سنين الخبرة ومع الترقية يبقى حاجة كده زي في مقام اللواء في مصر، يبقى ايه بعد سنين طويلة يعمل التوب باي، اعلى حاجة 85 ألف 86 ألف دولار السنة. ده بالنسبة لمرتب رجال الشرطة في ولاية تكساس، ما بيبتديش ب 68 ألف دولار السنة يا أخوانا. حتى لو عملت متوسط ما بين ال 44 ألف وال 85 ألف هيطلع لك المتوسط حاجة في حدود 62 ألف دولار السنة. يعني 68 ألف دولار السنة دي اللي قال عليها بيبتدوا بيها رجال الشرطة في تكساس، لا دي أعلى من متوسط مرتب رجال الشرطة في تكساس. وعلى فكرة قال أنا مش قادر أتخيل الرقم يا حرام. وحضراتكم عشان بس تتخيلوا الرقم، 68 ألف بعد الضرائب والخصومات بيطير حوالي تلتهم، يعني تقريبا خلينا نقول مثلا يعني بيخش جيبه من 68 ألف دي 47 ألف دولار السنة، يعني ما بيعملش 4000 دولار في الشهر، 3900 ولا حاجة في الشهر. ده يا أخوانا كمرتب يعني أعلى من المتوسط لرجال الشرطة، ولكنه هتقول لي ده عالي في ولاية تكساس. ماشي هو كويس في ولاية تكساس، بس احب اعرف حضراتكم ان ولاية تكساس ما عادتش رخيصة خلاص. ولاية تكساس بتتجه نحو الغلاء، لانها بقت لانها منذ سنين طويلة بتستقبل مهاجرين من داخل امريكا ومن خارجها، فعشان كده دلوقتي الاسعار فيها بتعلى. فده بالنسبة لخرافة مرتبات رجال الشرطة في تكساس اللي قال انهم بيبتدوا ب 68 ألف دولار السنة، وهذا غير صحيح. هم بيبتدوا ب 32 ألف، بعد الأكاديمية 44 ألف، وفعلا كلامه صح ان رجال الشرطة لازم عشان يلتحقوا بالأكاديمية طبعا غير انهم يعدوا اختبارات يكونوا درسوا كريمينال جوستس، ويكونوا درسوا سنتين او اربع سنين، يعني كل ولاية او كل مدينة بتختلف عن التانية في شروط الالتحاق بجهاز الشرطة بتاعها. فالمهم بعد كده ننتقل للمهندس اللي قال ده المهندس في تكساس بيعمل ما بين 80 ألف إلى 120 ألف دولار السنة. حضراتكم أحب أعرفكم أن المهندس في أمريكا بيواجه مشكلة كبيرة بعد التخرج، ما يقدرش ياخد رخصة مزاولة المهنة على طول، فلازم لما يتخرج إن هو يشتغل عند واحد يقبل طبعا بأي شغلانة، وأي شغلانة كمهندس أقصد، يشتغل فيها 40 ساعة في الأسبوع 5 سنين مدفوعين الأجر، مش مهم بياخد كام، المهم بعد كده يقدر بعد لما يتم 5 سنين دوام كامل شغل كمهندس ان هو ياخد امتحان رخصة مزاولة مهنة الهندسة
في هذه الولاية عشان يبقى professional licensed engineer، مهندس صنايعي، مهندس عنده خبرة، مهندس مرخص. فالمهندس المرخص ده يا اخوانا هو ده اللي فعلا مرتبه زي ما قال اخونا عمر ايمن ما بين 80 الى 120 الف دولار، طبعا ما يقرب من تلتهم او نصهم بيطير ضرائب وخصومات. بس لما بيبتدي كمهندس بعد التخرج لازم يقبل بأي مرتب، فعشان كده بيتم استغلالهم. في البداية في منهم اللي بيشتغل ببلاش في الأول، في منهم المحظوظ اللي بيلاقي اللي يعينه بأربعين ألف أو بخمسة وأربعين ألف دولار السنة، المحظوظ بقى منهم اللي هو ايه صاحب الشغل انبسط منه، فبعد كم سنة يكون بعد خمس سنين قبل ما يكون خد امتحان الرخصة يكون وصل ممكن لسبعين الف دولار السنة. فمهندس غير مرخص متخرج ده يبقى محظوظ لو عمل له خمسة واربعين الف الى سبعين الف دولار السنة. عدت الخمس سنين يا ولاية أنا خلصته خمس سنين مدفوعين الأجر ليا كمهندس دوام كامل 40 ساعة في الأسبوع، الولاية تقول له طيب ذاكر لامتحان رخصة مزاولة المهنة، ادفع رسوم الامتحان، امتحن، أوكي عملت كده نجحت، خلاص هتاخد الرخصة بتاعت مزاولة مهنة الهندسة، وبكده تقدر انك انت تاخد مرتب 80 الف الى 120 الف دولار السنة. طبعا لما بنتكلم ان هو ابتدى ب 45 الف دولار السنة دول ربعهم بيطير ضرائب وخصومات، بعد كده مع الوقت بقى بيعمل 70 الف تلتهم بيطير ضرائب وخصومات، كل لما المرتب يعلى كل لما نسبة الضرائب بتزيد. وصل ل 120 ألف دولار على سن ورمح بعد أيا كان 20 سنة شغل ولا 15 سنة شغل، الله أكبر، هيخش يجيبه منهم 65 ألف 68 ألف دولار السنة. فما تفتكروش أن 80 ألف أو 120 ألف دولار السنة هيخش يجيبه كمهندس، ومش هيحصل عليهم غير بعد سنين طويلة من الشغل والخبرة. ده بالنسبة للمهندس. اتكلمنا عن الشرطي، نتكلم بقى عن الخرافة بتاعت مرتب المدرس. المدرس بيقول طبعا المدرس حضراتكو بيبتدي في تكساس، ما بيبتديش ب 56 ألف دولار السنة زي ما أخونا عمر أيمن قال، لا وما اللي بيبتدي بكام؟ بيبتدي ب 29 ألف ومع السنين يعمل 59 ألف. في مدن تانية في أمريكا يبتدي ب 56 ألف، يعني لو مثلا في مدينة فاحشة الغلاء زي نيويورك فعلا المدرس فيها يعني بعد سنة أو سنتين أو حتى كبداية في حدود 56 ألف دولار يبتدي بها، بس مش في تكساس. في تكساس يبتدي ب 29 ألف 30 ألف دولار السنة، ومع الوقت يوصل لحاجة و 50 ألف دولار السنة. بس تكساس ما بيبتديش فيها المدرس ب 56 ألف دولار السنة. وبكرر تكساس يا أخوانا لم تعد رخيصة كما كانت، الأسعار في تكساس بتغلى وبتغلى غلاء مستمر بسبب ضغط المهاجرين عليها. فأرجو حضراتكم أن الصورة تكون وضحت. وبالنسبة للطبيب اللي هو قال أنه بيبتدي بمئة ألف ومع الخبرة يوصل لتلتمائة وربعمائة ألف، طبعا أقول لحضراتكم على حاجة، في تكساس أنا أشك في أرقام 300 و400 ألف، لأن الأرقام دي ممكن توصل. في نيويورك الطبيب الممارس العام يعمل 250 ألف دولار السنة، طبعا بيطير أكتر من نصهم ضرائب وخصومات لأن دي شريحة عالية. لو بقى أخصائي يعني ده ممكن فعلا يعدي 300 ويقرب من 400 ألف دولار السنة لأن هو إيه أخصائي. وطبعا أنت لو بتتكلم عن ممارس عام بتتكلم عن واحد درس 8 سنين، أخصائي درس أكتر وأكتر. فحضراتكو أيوة يعني بعد لما يكون درس وبقى أخصائي لمدة بتتكلم عن أكتر من 10 سنين هي ممكن يوصل ل 360 ألف، يخش يجيبوا منهم 170 ألف في السنة.
فحضراتكم الارقام اللي بتسمعوها دايما بفكركم هي ارقام جروس باي، ما هياش ارقام نت باي. فكل الارقام اللي بتسمعوها قبل ما تقولوا واو، الارقام دي بيطير ما بين ربعها الى نصها او اكتر من نصها في الضرائب وخصومات. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.